السلام عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. بوتيرة عالية تتواصل عمليات الإجهاز على الدولة ومؤسساتها وإقصاء الكوادر الإدارية ووقف المرتبات والفصل التعسفي لهذه الكوادر، وتتواصل في موازاة ذلك عمليات الإحلال الشامل للعناصر الموالية للميليشيا محل الكوادر الوطنية، وتأخذ عملية الإحلال هذه طابعا سلاليا فاضحا على نحو ما تكشف عنه القوائم المسربة لأوسع عمليات إحلال تنفذ في وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية، والتي تحدثت عن توظيف 146 عنصرا وترقيتهم إلى رتب عالية. وتكشف خطوات الإحلال عن هذه الوجهة التي تمضي فيها ميليشيا الحوثي في هذه المرحلة، وهي وجهة تأخذ الدولة والمجتمع إلى مجاهل المستقبل وتفضح الترتيبات الجارية لاستعادة الإمامة. يأتي في ذلك فيما يستغرق رعاة مشاورات الكويت جل وقتهم في البحث عن مخارج تبقي الميليشيا طرفا مؤثرا ومنفلت العقال ومطلق السراح في عملية الاستئثار واسعة النطاق التي تنفذها هذه الميليشيا للموارد والوظائف والمقدرات. يرى مراقبون أن الإمعان في مصادرة مؤسسات الدولة من قبل الميليشيا على هذا النحو لا يقضي على الأمل في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، بل يدفع بالأمور إلى مآلات سيئة ويعزز من خيار المواجهة الشاملة مع الانقلابيين. حول موضوع الإجهاز على مؤسسات الدولة سنخصص هذه الحلقة من المساء اليمني، والتي سنحاول البحث في الدوافع الأساسية لعملية الإحلال الشاملة في أجهزة الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وعلاقتها بمشروع استعادة الإمامة، كما يذهب إلى ذلك معظم المراقبين لسلوك الميليشيا وخطابها السياسي والإعلامي. نذهب بداية لمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل ياسين التميمي، ثم نعود بعده للحديث حول الموضوع. الإجهاز السلالي على الدولة خطة يجري تنفيذها بمثابرة عجيبة في ظل احتدام المواجهات المسلحة التي لا يوجد أفق قريب لنهايتها أو حسمها بما يتفق مع أهداف استعادة الدولة وترسيخ أسس العيش المشترك بين اليمنيين. في هذه الأثناء تستهدف وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بعمليات إحلال لا تتوقف للعناصر الميليشياوية السلالية، في إهانة لا يمكن احتمالها لشرف المهنة وكرامتها ولمبدأ تكافؤ الفرص الذي يشكل أحد مظاهر الدولة المدنية الديمقراطية العادلة. المئات من العناصر الغير مؤهلة يتم تسكينها في قوام وزارة الداخلية وأجهزتها برتب عالية، بين هؤلاء مدنيون أصبحوا فجأة وبدون أي مقدمات ضباطا من رتب عالية وجنودا وجدوا أنفسهم يرقون إلى أعلى الرتب، والقاسم المشترك هو الانتماء السلالي لمعظم هؤلاء. من ثورة على الفساد كما زعم الحوثيين ومن لف لفهم من غوغاء المرحلة إلى فساد لا تحده ثورة واستئثار بالمال والوظيفة العامة واستعلاء سلالي تعكسه هذه القوائم من التوظيف الجديد في أجهزة الداخلية وفي غيرها من مؤسسات ومرافق الجهاز الإداري للدولة وفي المؤسسة العسكرية. هذه عينة فقد تسربت إلى الإعلام، لكن ما خفي هو الأساس، حيث تمثل عملية السطو على الدولة وتمكين العناصر السلالية من مفاصلها أولوية يتم تنفيذها في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها البلاد. العشرات من اليمنيون يسقطون على مذبح السلطة الكهنوتية التي يراد بعثها من جديد، وهؤلاء لا بواكي لهم، وكل ما سيكتب عنهم أنهم خضبوا بدمائهم الأرض التي تغرس فيها أوتاد السلطة الإمامية الكهنوتية البغيضة من جديد، إذ قدر لليمنيين أن يصمتوا أكثر ما قد صمتوا وأن يمضوا في تقديم هذه التضحيات العبثية دون التوقف عند سؤال واحد فقط: لماذا نقاتل اليمنيين؟ ولماذا نواصل هدم دولتهم؟ إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا أيضا لمناقشة هذه الحلقة الأستاذ فيصل علي عبر سكايب، وهو الكاتب والناشط السياسي من كوالالمبور، وكذلك عبر الهاتف سيكون أيضا الأستاذ همدان علي الصحفي من الرياض. بداية نعود إليك أستاذ فيصل، كيف تفسر كل هذه التعيينات أستاذ فيصل التي طالت أجهزة الدولة المدنية والعسكرية على وجه الخصوص وخالفت ربما جميع الأنظمة واللوائح التي يسري عليها مبدأ التوظيف؟ لا شيء سوى الشبح للسلطة، إنهم يريدون العودة للسلطة بكل ما أوتوا من قوة، يستغلون الفرص تلو الفرص في كل مرحلة من المراحل على حدة. هذه المرحلة يتحكمون بالأمور ويعينون بشكل مجنون. العام الماضي 140 هاشم يعينوهم جنود، هذه في 2015، في 2016 صاروا ألوية، تعيينات وترقيات
بلا قانون، لا يستندون على أي مستند شرعي، يريدون القفز بما حصل من 1962 إلى اليوم، يريدون العودة إلى ما قبل 62. إنهم نعم. يعيدون الإمامة بحذافيرها، كل الوظائف بني هاشم، كل الترقيات، كل الامتيازات، كل المناصب لهم، والشعب اليمني كما يسمونهم زنابيل لا يحتاجون وظائف. نعم نعم. إذا اسمح لنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ همدان العلي، صحفي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ همدان. أستاذ همدان هل تسمعني؟ أيوة أسمعك. نعم النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ همدان. يعني يجد الأستاذ فيصل أن هذه التعيينات هي حصري على يعني لإعادة الإمامة، وهي توظيف فاضح لبني هاشم كما قال. برأيك أنت هل تجسد كل هذه التعيينات الذهنية الإمامية بنسختها الجديدة؟ بالتأكيد الإماميين لديهم مشروع له أكثر من 1000 سنة، وهم ظن فيه يعني بوتيرة عالية خلال يعني خلال هذه الفترة، لأنهم وجدوا الفرصة المناسبة. كما قال الأخ فيصل، الإماميون حاليا ينبون بوتيرة عالية في ترسيخ وجودهم في مؤسسات الدولة، وهناك أهداف واضحة يعني هي سياسيا ولدى كثير من الناس غائبة، ولكن مؤشراتها واضحة، وهي تغيير ديموغرافية المحافظات التي خاضعة لسيطرتهم، وتحويلها إلى لون خاص بهم، وبصراحة يكون تابع للمعسكر الإيراني. يعني هل نستطيع القول إذن أننا أمام حالة من الإجهاز السلالي على الدولة؟ بالتأكيد هذا الذي يحصل بكل جراءة ودون ما خجل. نعم. عودة إليك أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، برأيك إلى ماذا تشير كل هذه اللامبالاة في هذا العدد الهائل من التوظيف، من الترقيات، أيضا ترقيات لا منطقية، من جندي إلى عقيد، من يعني الناس يتدرجون خلال عشرات السنين حتى يصل إلى مرتبة أو مرتبتين، هؤلاء يعني خلال فترة قياسية يقفزون بالمناصب، يعني كل هذه اللامبالاة واللامنطقية أيضا، كيف تفسر ذلك؟ لأنهم يعلمون علم اليقين أن انقلابهم فاشل، وأنهم ربما يحصلون على تسوية سياسية. في هذه التسوية سيتم تثبيت هذه الدرجات وهذه الوظائف لأفرادهم، لعناصرهم. يريدون ضمان أكبر قدر من أفرادهم، من تواجد أفرادهم في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لأنهم يعلمون أن هذه الأجهزة هي التي ستدير الدولة في المرحلة المقبلة. التعيينات من جندي، الترقيات من جندي خلال سنة إلى لواء في الجيش، هذه كارثة لم تحصل في أي جيش في العالم. لا يبالون لا بدولة ولا يبالون بشيء، يريدون تحقيق المطالب التي وعدوا بها إيران، ربما وعدوا بها إيران أيضا، هم لهم مطالبهم من قبل وجود إيران وحكومتها في 79، الحكومة الجديدة التي سيطرت على إيران من 79. لديهم مخططات من 1000 سنة كما يقول الأخ همدان، وكما تشير كل الدلائل وكما تشير الحقائق التاريخية. هجرة من الهجرة جاءت متسولة إلى اليمن، سعت إلى الوصول إلى السلطة، غالطوا كل المغالطات وأمسكوا بالسلطة. الآن يريدون العودة إلى ما قبل 62، يريدون إلغاء سبتمبر وامتيازات سبتمبر التي أعادت السيادة لشعبنا اليمني وأزاحت الهاشمية السياسية بمذهبها السلالي عن الحكم. كما يقول القاضي العمراني في 62، سقط المذهب الزيدي، وهو يعني بالتأكيد أن هذا المذهب هو مذهب سياسي، لا مذهب، ليس كالمذاهب الدينية الأخرى. سقوط هذا المذهب أحدث حالة من الارتباك للهاشمية السياسية وشتتها، تجمعت خلال هذه الفترة من 62 إلى الآن، لملمت صفوفها، وجدت مطية، وهو
وردت مطيتها في عقف الإمام علي عبد الله صالح الذي أعادها إلى الواجهة في انقلاب 21 سبتمبر 2014، وهي تمارس الدور الذي رسمته لنفسها عبر سنوات. نعم. طيب يعني أستاذ همدان، يجد الأستاذ فيصل أن يعني هناك فكرة ربما إذا حدثت تسوية سياسية هم يريدون أن يوطدوا أنفسهم أكثر في القوات الأمنية ولوجود أفرادهم أيضا لضمان وجودهم بشكل أكبر، هل لهذا دلالة حقيقية في هذا التوقيت في ظل الحديث عن المشاورات، يعني حديث عن استعادة الدولة وترسيخ أسس العيش المشترك بين اليمنيين؟ جماعة الحوثي هي ترى من مفاوضات أو مشاورات الكويت فرصة لها لكي تتمدد وتتعرق في الأرض أكثر. للأمانة هم يعني يحاولون فرض واقع جديد يصعب تغييره فيما إذا حدثت تسوية سياسية معينة خلال الفترة القادمة. التعيينات التي تحدث طبعا هذا الواقع لن يتغير في حال حدثت تسوية سياسية، لأنهم يعني سيطروا يعني في النهاية على مفاصل الدولة وأهم مراكزها وأهم مؤسساتها، ويعني أعتقد أنه لم يبقى هاشمي صغير الآن من الحوثيين بين قوسين، لم يبقى هاشمي صغير دون ما وظيفة أو دون ما مكسب حصل عليه من الحوثيين، وبالتالي هؤلاء يعني كرسوا ولاءهم، سيكرسون ولاءهم وسيقاتلون من أجل بقاء هذه المنافع سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو الوظيفية أو العسكرية والأمنية. وسنجد حالة من الرفض، وبالتالي ربما يعني أي عملية لإلغاء مثل هذه القرارات ستواجه بتصعيد ربما على المستوى الدولي بين الدول التي ترعى العملية السياسية، وهذا ما يهدفون إليه بشكل عام. لكن أستاذ همدان، يعني هل يمكن أن تقبل الحكومة مثل هذا الأمر، أن يتم القبول بكل هذه التعيينات؟ ألا يفترض أن يكون هناك شرط أساسي لإلغاء كل ما حدث من تاريخ 21 سبتمبر؟ الحكومة لأكثر من مرة يعني على استحياء أكدت أنه مثل هذه القرارات مرضية، القرارات التي ظهرت منذ 21 من سبتمبر 2014 يوم النكبة. لكن هذا الأمر لا يجب أن يقتصر على الإعلان، يعني إعلان عدم يعني جدوى أو إعلان عدم صوابية هذه القرارات، وإنما يجب أن يكون هناك تحرك جاد في الكويت وإثبات للجهات الدولية أن هذه الجماعة لا تريد نهائيا أن تصل إلى اتفاق سلام مع المكونات اليمنية الأخرى، لأنها تحاول فرض واقع طائفي جديد. يعني المسألة مش مسألة مكسب سياسي، المسألة يعني تجاوزت هذا الأمر. لو كان الأمر هدف سياسي وحسب فقط، لكن هي تسعى الآن إلى فرض حزام طائفي حول العاصمة صنعاء من خلال توزيع يعني ملايين يعني الهكتارات أو مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي لأنصارها حول صنعاء. هي تسعى الآن إلى تغيير المناهج الدراسية، هي تسعى الآن إلى تعليم اللغة الفارسية برغم من هذا أمر عادي لولا أنه يتم بهذه الطريقة. هي تسعى الآن إلى محاصرة أصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى. نعم. وعدم يعني وعد وملاحقة يعني رموزها. هذا الكم الهائل من المؤشرات يعني تظهر لنا أن الجماعة تريد فرض واقع طائفي يعني وليس واقع سياسي وحسب، وهذا معناه أنه نصف التعايش في العاصمة صنعاء. نعم. ومعناه أيضا أننا يعني أمام قنبلة موقوتة، يعني إذا كان الخلاف اليوم سياسي فغدا سيكون غير سياسي، ستكون هناك مواجهات بدوافع عرقية، ستكون هناك مواجهات بدوافع طائفية. الآن ما زالت المواجهة في نظري سياسية، ويعني هناك شرعية يعني وإن اختلفنا في بعض التفاصيلها ولكنها تمثل
كل المكونات اليمنية ولا, نعم. ولا 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 تريد أن تأتي إلى صنعاء لتكسي أحد، يعني سواء كانوا الحوثيين أو غير الحوثيين. نعم، أنقل هذه الفكرة أستاذ همدان، دعني أنقل هذه الفكرة لضيفنا الآخر أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، يعني يجد الأستاذ همدان أن هناك كثير من المؤشرات، ليست فقط هذه التعيينات، هناك سعي أيضا لتغيير المناهج، لعمل العديد من الاختلالات التي ربما يعني لم تكن موجودة في السابق، ونحن نجد أيضا ليست فقط الترقية التي نتحدث عنها، هناك أيضا تسريح لكثير من الموظفين في بعض المؤسسات، منها مؤسسات صحيفة الثورة، وإعطائهم إجازة مفتوحة وإحلال موظفين عنهم، يعني خاصة أن هذا الأمر يكون في أسر بعينها لا يتجاوز مجموعة معينة. إلى ما تشير كل هذه التقسيمات السلالية التي تعنى بأسر معينة أستاذ فيصل؟ هم يريدون فرض واقع هاشمي جديد على شعبنا اليمني، يريدون إثبات أن لمن مولوهم لإجراء هذا الانقلاب أنهم قادرون على السيطرة على كل شيء، على كل مؤسسات الدولة، ليس الجيش فقط كما تفضلت وتفضل الزميل همدان، وإنما في مختلف مؤسسات الدولة. هم في البداية قبل السيطرة على العاصمة صنعاء كانوا قد سيطروا على كثير من مؤسسات الدولة، وكان الناس يتنادون لكن كانت الأصوات خافتة. اليوم الزميل همدان العلي ومجموعة من الشباب هو على رأسهم، يقومون بإحصاء التعيينات السلالية الهاشمية التي تقوم بها الهاشمية السياسية في صنعاء، ويحصونهم في كل المؤسسات. لكن قبل هذه الفترة، قبل هذه المرحلة، مرحلة الربيع العربي والربيع اليمني، كانت هناك سيطرة من تحت الطاولة، كانوا يعني بدأوا يسيطرون على مؤسسات الجيش، على مؤسسات الأمن، على مؤسسات الدولة المختلفة في قطاع المالية، في القطاع المصرفي، في مختلف القطاعات كانوا يتمددون لكن بهدوء. الآن وجدوها فرصة للإعلان والإفصاح عن أنفسهم، عن ذاتهم اللا يمنية المغايرة لكل طموحات شعبنا اليمني، ويعلنونها بصراحة أنهم سيحكمون اليمن، لأنهم من السلالة المرضي عنها سماويا ونبويا وأمريكيا وإيرانيا، وهناك دعم غير محدود لهذه الجماعة. كما تعلمون ويعلم الشعب اليمني أن الأمم المتحدة في السابق في الانقلاب في 21 سبتمبر هي من رعت الانقلاب بواسطة جمال بن عمر مبعوث الأمين العام، والآن ما زالت الأمم المتحدة وما زال العالم يدلل هذه الجماعة على رغم فداحة ما تقوم به من أعمال خسيسة ودنيئة لا تقبلها البشرية ولا يقبلها أحد. توظيف أسرة أو أسر معينة أو سلالة معينة في كل مناصب الدولة وفي كل المؤسسات وفي مختلف القطاعات وإداحة الشعب اليمني، أليس هذا ضد الإنسانية؟ أليس هذا ضد قيم المساواة والعدالة والحرية والعلمانية والديمقراطية والاشتراك وكافة النظم السياسية القائمة اليوم على الأرض؟ نعم. طيب أستاذ همدان، يعني أنت تحدثت أن الآن الخلافات ربما هي سياسية أكثر من كونها أي شيء آخر، يعني تتخوف من أن تتحول هذه الخلافات إلى أشياء أخرى، هل حدثتنا عن هذه النقطة أكثر؟ أرى أنا في عيون الناس استنكار واسع، سواء حتى يعني من المؤيدين، يعني سواء من الرافضين للتواجد الحوثي بشكل عام، أو من المؤيدين أو المصطفين مع الحوثي في الميدان حاليا من أنصار المؤتمر الشعبي العام. النار تتقد تحت الرماد وستظهر في لحظة معينة من اللحظات. الناس لن يصمتوا أمام هذا الظلم. يعني جماعة الحوثي وتحديدا الهاشميين فيها، وهم الأساس أو الركيزة الأولى للحركة، هؤلاء الآن يمارسون أبشع أنواع العنصرية تجاه بقية أفراد الشعب أو بقية مكونات الشعب اليمني، وهذا الأمر سيدفع بالقبيلة وبالقبيلي وبالسياسي وبالأكاديمي وبالجميع إلى أن يثوروا، لأن هذا الظلم يعني يقع على اليمني بشكل مباشر ويؤثر على مستوى حياته. يعني ما يحدث الآن
يشعر الناس بأن هؤلاء طبعا هو لصالح الأمانة في النهاية لصالح الجمهورية يعني على المستوى الطويل أو على المدى الطويل، لكن نحن نخشى من أي مواجهة تكون دامية وتكون دوافعها عرقية وليست يعني وليست وطنية يعني ولهذا نحن نحذر الهاشميين الحوثيين تحديدا من الآن كي لا يعني يكونوا في النهاية يختلط الأمر. نعم طيب يا أستاذ همدان، يعني هناك من يقول أن الإمامة تقوم على فكرتين أساسيتين، هي أن الجماعة بديل للدولة والسلالة بديل للشعب، هل نعيش هذا الأمر واقعا الآن وما مدى تأثيره أو وما عواقبه؟ الجماعة الجماعة بديل للدولة هم، والسلالة يعني بديل للشعب بشكل عام، وفي الأخير هي تنحصر بينهم فقط. الجماعة هي السلالة. نعم. ما فيش ثلاث، الجماعة الحوثي هي السلالة للأمانة، المكون القبلي في جماعة الحوثي هو مجرد رصاصة يتم توجيهها من قبل المكون الهاشمي المتطرف، لأنه في هاشميين للأمانة ليس لهم علاقات ما يحدث وبعيد تماما، وبالتالي لا يوجد فرق ما بين الجماعة وما بين السلالة، السلالة هي أساس الجماعة. يعني في نقطة مهمة يجب على الناس أن يفهموها وعلى المتابع الدولي تحديدا أن يفهمها، يعني هناك من يستغرب لماذا يعني أو كيف سقطت اليمن بهذه الطريقة في الجماعة، الناس كلهم يكرهوها. يجب أن يعرف الناس أن لدينا أن جماعة الحوثي تنقسم إلى تيار أو إلى جناحين. نعم. جناح مدني، جناح عسكري، وهو الذي يقتحم ويسيطر ويقتل وينهب وينتهك الحقوق، وهناك جناح مدني وهو الذي كان متغلغل في مؤسسات الدولة وهو الذي كان يقصدهم الأخ الزميل النبي علي فيصل علي. هذا الجناح موجود في مؤسسات الدولة منذ وقت طويل، لأنه في النهاية اليمن هو وطن الجميع وكان لابد من استيعاب الجميع في كل مؤسسات الدولة وهم كذلك، لكنهم للأسف لم يتعاملوا على أساس أن الوطن وطن الجميع، وإنما تعاملوا على أن اليمن ملكية خاصة بهم، ولهذا تآمروا عليه وتآمروا على كل اليمنيين. هذا الجناح خطير، بمجرد ما سقطت العاصمة ومجرد ما سقطت المحافظات اليمنية في يد الجناح المسلح، قام هو بوراثة أو بالسيطرة على مؤسسة الدولة بشكل مباشر وكأن شيئا لم يحدث. هذا يعني هذا الأمر يجب أن يوضح للناس، وهؤلاء يجب أن أعتقد يجب أن يأخذوا عقابهم. هم الآن حاولوا أن يضيفوا مكون آخر ليزيدوا من سوادهم أمام المجتمع الدولي من خلال توظيف أكبر قدر ممكن وإدخالهم في مؤسسات الدولة، يعني حتى المؤسسات الحكومية لم يكتفوا بها، وإنما في المؤسسات الخاصة، يعني مثلا المستشفيات الخاصة وضعوا فيها على مستوى الأمنيات، يعني كل مستشفى لديها وضعوا فيها 20 شخص، اللي 30 شخص، اللي 10 أشخاص، هؤلاء الأشخاص تم تضيفهم في هذه المؤسسات الخاصة العملاقة حسب المعلومات التي لدي، ويعني تخصيص لهم مرتبات وأكل وغذاء وملبس وكأنهم موظفين، وتم إلزام المؤسسات الخاصة بهم. نعم. بهذا الأمر، يعني الأمر ليس فقط مؤسسات الدولة، ولكن هناك يعني تعدي حتى على مستوى الحقوق الخاصة. نعم، أنا وصلت معلومات من كثير من المستشفيات والجامعات. نعم. إذن الأمر الآخر الذي يعني يجب أن نؤكد عليه أن ما وصلت لنا من معلومات هي تافهة جدا، يعني معلومات خاصة بالتعيينات والقرارات التي صدرت للحوثيين. هل الواقع أكثر من ذلك؟ الواقع أكثر بكثير، يعني ما وصل إلينا هي مساهمات من بعض الشجعان من الداخل، من هنا ولكن ما يحدث الآن في الواقع أكبر بكثير، وأنا أعتقد أنه من واجبات الحكومة اليمنية أن تتواصل، أن يعني يتواصل كل وزير مع يعني من يؤيدونه في الداخل ويقوموا بحصر هذه التعيينات في كل مؤسسات الدولة. لا أعتقد أنه يعني من الصعب جدا علي وعلى بقية الزملاء أن نقوم بعملية الحصر بشكل كامل، لأننا إذا يعني إذا عند... بعيدون يعني عن الواقع، وصعب جدا نحن أعود كل ما يحدث.
نعم أعود إليك أستاذ همدان بعد أن أسأل أستاذ فيصل. أستاذ فيصل، هذه التعيينات التي تحدث عنها الأستاذ همدان، يعني التي يجمعونها بجهود ذاتية كما تفضلت وتفضل، هو هناك ربما ما هو أكثر، ويعني في نهاية الأمر هذه جهود فردية ومساهمات فردية. برأيك هل تجسد كل هذه التعيينات السلالية التي تضع عنها ليست فقط في المؤسسات الحكومية ولكن أيضا في المؤسسات الخاصة نظرية الحق الإلهي لدى هذه الجماعة للحكم وللوظائف وللدولة أيضا لجماعة من الناس دون غيرهم؟ هذه نعم، هم يقومون على هذه النظرية التي تميزهم كسلالة مميزة عن بقية البشر. نعم. يسمون يقسمون حتى أتباعهم إلى زنابيل وقناديل، وهذه يعني لديهم كثير من هذه الروح الخرافية المسيطرة على هذه الجماعة وتميزها العرقي، حتى من قبل كما قلنا قبل قليل، من قبل ظهور المشروع الإيراني الاثني عشر مشروع نظرية ولاية الفقيه، لديهم مشروع طويل عريض، ولديه يعني لديه بعد تاريخي ويمتد إلى ألف سنة. دعيني أقول لك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في قريش لم يعاني كما عانى الشعب اليمني من قريش عندما أتت اليمن. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني بشيء بسيط، وآذوا صحابته في مكة، لكنهم في اليمن قتلوا مئات الآلاف وما زالوا يقتلون. تباهوا في 2012 أنهم قتلوا 60,000 من الجيش اليمني، قتلوا وما زالوا إلى الآن يقتلون أبناءنا ونساءنا وأطفالنا ويستحلون الدماء بموجب هذه النظرية. كل من سيقف ضد حكم السلالة الهاشمية سيقفون ضده. ما أشار إليه الزميل همدان أن هناك نار تحت الرماد، هو هذا الذي يجري بالفعل. الهاشمية السياسية اليوم مست الذات اليمنية، لم يعد اليمنيون الذين يعيشون في هذا يعني هذا الجيل اليمني الذي خرج بثورة 2011 ويقود مقاومة 2015 و2016 ليس جيل 62، هذا جيل متعلم. لم يعد التعليم والذكاء السياسي والفقهي محصور على بني هاشم أو الهاشمية السياسية. الشعب اليمني اليوم لديه من الكوادر ما تفوق حاجته وتفوق حاجة المنطقة برمتها. الشعب اليمني اليوم يشعر أن الذات اليمنية قد مست، لقد مسوا قداسة الذات اليمنية. أعيد إليك أستاذ فيصل، يعني نفس السؤال الذي سألته الأستاذ همدان، يعني كل هذه التعيينات التي حدثت هل يمكن أن تقبل بها الحكومة؟ يعني من 21 سبتمبر حتى الآن 2014 حتى الآن تعيينات عديدة، هل يمكن القبول بأن التعيينات كلها باطلة؟ وما قبل هذا القرار يعني قال ان القرارات كلها من عهد الانقلاب باطله، وما يلحق بها الى اليوم هي تعيينات باطله، لكنهم يراهنون كما اخبرتك على اي تسويه سياسيه، يراهنون على على المملكه العربيه السعوديه بالتحديد. في السبعينات عندما قادت المملكه ايام الملك فيصل رحمه الله عليه المصالحه بين الملكيين والجمهوريين بين اجداد هؤلاء الحثاله، قادت المملكة التصالح وعملت تسوية سياسية ووظفوا في الدولة ثاني مرة وأدمجوا في المجتمع، ولذلك لم تنجح لنا أي دولة، لأنها كانت يعني لأن هويتها نزعت. الآن لن يقبل الشعب اليمني بهوية بدولة ليست هويتها اليمن وليست روحها اليمن. ما يقومون به الآن سينقلب عليهم حتما. لست قلقا من كل هذه التعيينات. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل علي الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا من كوالالمبور عبر سكايب. عودة أخيرة لك أستاذ همدان. أستاذ همدان، أمام كل ما يحدث من تجريف مؤسسي وتعيينات للأسف السلالية سواء في مؤسسات الدولة أو في يعني الأماكن الخاصة، برأيك ما هو السبيل لاستعادة الدولة اليمنية وكيفية الحفاظ على ما تبقى وكيف يمكن الوقوف أمام كل ما يحدث؟ يعني هناك مسارات مختلفة في عملية مواجهة المد العنصري بها يعني بهذا الشكل. يعني أعتقد أنه المسار السياسي والمسار العسكري إلى حد ما يعني لا بأس به، لكن هناك الأمانة ضعف شديد في المسار المجتمعي والحقوقي والإنساني.
يعني العالم الخارجي يعتقد أن ما يحدث في اليمن هو أن دولة كبيرة مثل السعودية تعتدي على دولة فقيرة مثل اليمن. هذا معناه أن هناك قصور. هناك من يعتقد في لدى المجتمع الدولي أن ما يحدث هو يعني خلاف طائفي يعني على السلطة وليس رفضا للانتهاكات التي تقوم بها جماعات الحوثي. أنا أعتقد أنه من واجب أو من يعني من واجب المنظمات المجتمعية ومن واجب الحكومة اليمنية أن تهتم بهذا الملف بشكل كبير جدا، وهو أساسي. لم تطل عمر جماعة الحوثي لم تطل بهذا الشكل إلا بسبب الدعم الدولي، لأن كثير من المكونات المجتمعية الدولية لا تعرف بما يحدث بالضبط. نحن نختلف مع جماعة الحوثي ليس لأنها تؤيد المذهب أو تحمل المذهب الفلاني، أو لأنها تحمل الاسم الفلاني، أو لأنها من السلالة الفلانية. لا، المسألة ليست هكذا. نحن نختلف مع جماعة الحوثي لأنها تصادر حرياتنا، لأنها يعني كانت سببا في مقتل يعني عشرات الآلاف من اليمنيين، لأنها يعني كانت سببا في تشريد 2,800,000 يمني، كانت سببا في تدمير يعني في الحرب الأخيرة أكثر من 27,000 منشأة ومنزل يمني، كانت لهذا ربما 20 مليون يمني. يعني هذه الأمور يجب أن تتضح للعالم، أن تتضح أكثر، وهذا ربما هو دور الإعلام والدور المجتمعي كما تفضلت، سواء الحقوقي والإنساني، يجب أن يكون أكثر قوة مما هو عليه. شكرا جزيلا لك أستاذ همدان العلي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياضة. شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.